السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثاني قسم تركيبات ومعدات كهربية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومادة جديدة من مواد تخصص الكهرباء، مادة التركيبات الكهربية تحت إشراف قطاع التعليم الفني. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا في المقرب لشهر أبريل اللي هو الخاص بالباب الخامس، باب الخاص بالإضاءة الاصطناعية. الإضاءة الاصطناعية أو مفهوم الإضاءة الاصطناعية أو معنى كلمة الإضاءة الاصطناعية، إحنا بنتكلم عنها بأبسط صورة، إنه الإضاءة اللي أنت بتعملها في المنشأة اللي أنت بتأسسها أو شقتك أو الشقة اللي أنت بتعملها كفني تركيبات كهربية أو كواحد متخصص في عمليات التركيبات الكهربية. النهاردة إن شاء الله موضوعنا في الباب الخامس هو الإضاءة الاصطناعية. وقبل ما تعمل أي إضاءة لأي منشأة أو أي مكان هتأسس له إضاءة، في شوية أو مجموعة اشتراطات للحصول على إضاءة جيدة. عندنا مجموعة من الاشتراطات أو الإضاءة أو الشروط اللي أنا أحصل عليها أو أقدر من خلالها أحصل على إضاءة جيدة، وده اللي هنشوفه مع بعض في مجموعة الاشتراطات اللي معنا. الاشتراطات الخاصة بالإضاءة الجيدة، أول حاجة عندنا إنه الإضاءة اللي موجودة أو المصابيح الموجودة بتعطي الفيض الضوئي اللازم لتوفير مستوى الإضاءة المناسب للمكان. يعني النقطة دي لو اتكلمنا عنها ووضحناها هنلاقي إن هي مضمونها، إنه عدد المصابيح اللي موجود، هو هنا بيقول لي إن تعطي المصابيح الموجودة الفيض الضوئي المناسب لإضاءة المكان، عدد المصابيح يكون مناسب للمساحة، الفيض الضوئي لكل مصباح يكون مناسب للمساحة اللي هتغطيها اللمبة أو الكشاف أو المصباح اللي هيتحط في مكان معين يكون كافي لإضاءته. الخطوة الثانية اللي معانا أو الاشتراط الثاني اللي هو أن تكون الإضاءة متجانسة بقدر الإمكان، وده كمان يخلينا نقول إنه ما ينفعش الإضاءة يبقى عندي إضاءة بلمبات، اللمبات اللي هي المتوهجة أو اللمبات العادية ذات الفتيل، ويبقى معاها لمبات مثلا فلوسنت او انواع مختلفه لمبات ليد، او يعني هو يبقى في موضوع تشكيله من اللمبات في حيز ضيق او في حيز ما ينفعش يبقى في تداخل بين انواع اضاءه لانواع لمبات مختلفه. الاشتراط الثاني او الشرط الثاني الثالث اللي هو الا يوجد مصدر توهج يسبب انبهار لمستوى العين او انبهار للبصر، انه الاضاءة ما يبقاش نوع الاضاءة يعمل زغللة في العين يأثر على الرؤية. كل الكلام ده بيأثر على موضوع الرؤية للشخص او الاشخاص الموجودين في المكان اللي تحت مستوى الاضاءة دي. بعد كده الشرط الرابع ان يتفادى بقدر الامكان وجود ظلال ناتجة بسبب سوء توزيع مصادر الضوء. يعني ايه الجملة دي او الشرط ده؟ انه ما ينفعش اني يبقى عندي كمر في وسط السقف واقول انه انا هحط الاضاءة في ناحية واحدة. ناحية واحدة دي لو انا حطيت الاضاءة في ناحية واحدة او في مستوى واحد او في باكية واحدة زي ما بيتقال، انه الاضاءة من ناحية واحدة هتديني ظلال في الباكية التانية، وخاصة ان الكمر اللي موجود هيبقى مديني ظل في الناحية التانية، تمام؟ فبالتالي لازم عليك وانت بتأسس التأسيسات الكهربية او وانت بتأسس الإضاءة، عملية الإضاءة وتظبيط عمليات الإضاءة في المنشأة او في المكان او في المساحة السطح اللي انت عايز تنوره ده، لازم تراعي موضوع الظلال ما يبقاش عندي إضاءة في مكان على حساب مكان تاني، او إضاءة قوية في مكان على حساب مكان اخر، تمام؟ طيب بعد كده بنلاقي انه عندي بعد الاشتراطات في مجموعة تعريفات مهمة. التعريفات دي من خلالها هنعرف ايه هو التدفق الضوئي، كثافة الفيض، ايه هو الضوء، دي كلها حاجات احنا من خلالها نقدر نتعرف على التعريفات الهامة اللي ممكن يجي لي في الامتحان ويقول لي عرف كل مني. مثلا يقول لك الضوء، يقول لك التدفق الضوئي، الكثافة الضوئية، شدة الإضاءة، السطوع، دي كلها مصطلحات بيجي في الامتحان يقول لي عرف كل من ومطلوب منك التعريف. تعال نشوف مع بعض كده ايه هي مجموعة التعريفات اللي عندنا. عندنا 6-7 تعريفات مهمين في الباب دوت، لازم ان احنا نحفظهم، لازم نركز فيهم، لازم نعرف رمز كل عنصر، لازم نعرف كل مصطلح،
الرمز بتاعه ايه، لازم نبقى عارفين كمان وحده القياس بتاعته، وحده القياس بتاعته ايه، وهل وحده القياس بتاعته وحده ثابته قائمه بذاتها ولا وحده معتمده على مساحه. تمام، وده هنشوفه في التعريفات اللي موجوده معنا. تعالوا مع بعض نشوف كده اول تعريف عندنا او اول مصطلح، وهو الضوء. الضوء عندي تعريفه ايه؟ الضوء او اي ضوء، لو بصينا على الضوء اللي موجود في الشارع اللي هو ضوء المنار العادي، هو طاقه اشعاعيه منتشره في مكان او منتشره على سطح الارض. تعالى بقى نشوف الضوء اللي موجود عندك في الغرفه اللي انت قاعد فيها، او في القاعه اللي انت بتبقى قاعد فيها، او في الاوضه اللي انت قاعد فيها، اوضتك انت الشخصيه مثلا. الضوء هو ايه؟ هو طاقه اشعاعيه تنتشر على هيئه موجات مستعرضه. يعني ايه موجات مستعرضه؟ السبوت او اللمبه او المصباح الكشاف اللي بيبقى موجود، او اللمبه اللي بتبقى موجوده عندك في الغرفه، هي اللمبه حجمها يا دوب بيبقى في الحجم ده كده. يعني ايه موجات مستعرضه؟ الضوء بينزل منها اشعه، ما بتنزلش اشعه ساقطه لتحت كده، لا، ده بتنزل اشعه ساقطه مستعرضه، بتفرش لتحت علشان تاخد مساحة كبيرة. تمام؟ علشان تاخد مساحة كبيرة، ودي معنى كلمة اللي هي على هيئة موجات مستعرضة. تعال نكمل التعريف مع بعض. يبقى الضوء هو طاقة إشعاعية تنتشر على هيئة موجات مستعرضة، تنتشر بسرعة مقدارها 3000 كيلو متر. 3000 كيلو متر في الثانية الواحدة. تمام؟ يبقى الضوء ده كمية ضوء بتنزل من مصدر الضوء اللي عندك، لمبة أو مصباح كشاف، بتنزل بشكل موجات مستعرضة، بتنزل تفرش في المكان، سرعتها بتصل سرعتها إلى 3000 كيلومتر في الثانية الواحدة. ده كان تعريف الضوء. بعد كده هنشوف مع بعض التدفق الضوئي. التدفق الضوئي هو كمية الضوء المنبعثة من مصدر ضوئي في الثانية الواحدة. تمام؟ كمية الضوء المنبعثة في الثانية الواحدة من مصدر ضوئي بالرمز بتاعه، بتاع التدفق الضوئي، بيرمز له بالرمز F، ووحدته هي اليومن، وحدة قياسه هي اليومن. احنا طبعا اما بندور على اضاءة او عايزين نعمل اضاءة كويسة، في حاجات معينة كده، ودي هنشوفها في التعريفات اللي موجودة معانا، اللي هي ايه؟ بندور على اليومن وبندور على اللكس، ودي حاجات موجودة بيعتمد عليها كثافة الفيض، بيعتمد عليها التدفق الضوئي للمصباح، بيعتمد على شدة إضاءته، كل الكلام دوت احنا بنبقى محتاجين نبقى فاهمين يعني ايه اللكس او اليومن، مين يبقى اعلى، مين يبقى قيمته مناسبة اقل، بنبقى محتاجين نفهم الكلام ده كله. وبعد كده بنقول او هو مقدار التدفق الضوئي. تمام؟ او يعني بيقدر او بيعرف ان معدل تدفق الطاقة الضوئية. تمام؟ ان هو بيعرف ان هو معدل تدفق الطاقة الضوئية. الطاقة الضوئية الناتجة منين؟ من مصدر الضوء، اللي هو ايا كان نوع مصدر الضوء عندك. تمام كده؟ نشوف التعريف الثالث اللي هو الكثافة الضوئية. الكثافة الضوئية هي المقياس لقوة او شدة المصدر الضوئي. الكثافة الضوئية احنا قلنا ان الضوء هو عبارة عن اشعة ساقطة من مصدر الضوء على شكل موجات او على هيئة موجات مستعرضة. تمام كده؟ ده كان الضوء. طب الكثافة الضوئية هي كمية بقى او قوة شدة المصدر الضوئي، مطلع لي شعاع او مطلع لي اضاءة قد ايه؟ فدي الكثافة الضوئية بتاعت مصدر الضوء. تمام كده؟ يبقى الكثافة الضوئية هي المقياس لقوة او شدة المصدر الضوئي، وهي معدل تدفق الطاقة الضوئية في اتجاه عمودي. تمام؟ في اتجاه عمودي، لانه بيفضل وانت بتأسس عمليات الإنارة، او لو انت مهندس ديكور وبتعمل الديكور بالإضاءة، وده هنشوفه لاحقا في استخدام اللمبات بقى في عمليات الديكور، والديكور بواسطة اللمبات او الإنارة، بتبقى محتاج تعمل ظل في مكان معين، محتاج تعمل ان الإضاءة مركزة في مكان، ومكان تاني بيبقى الإضاءة فيها يعني إضاءة ضعيفة شوية، أنت محتاج الديكور دوت، فده بيعتمد معاك على الكثافة الضوئية لمصدر الضوء ده. تمام كده؟ طيب رمز كثافة الضوء عندنا قلنا الرمز بتاعه أي، ويرمز له بالرمز أي. وحدة قياس كثافة الضوء هي الشمعة. وحدة قياس كثافة الضوء هي الشمعة، ويرمز له بالرمز أي. الحاجات دي لازم تبقى واخد بالك منها، الرمز بتاع العنصر أو المصطلح،
ووحدة القياس بتاعته، بحيث انه لما في الحلقة الجاية ان شاء الله هنحل المسائل بتاعت الباب الخامس الخاص بالإضاءة الاصطناعية، وده هنخلي له حلقة كاملة في حل الأمثلة بتاعته والمسائل بتاعته، بحيث ان احنا نتمكن ان وقت ما تجيلي المسألة في الاختبار او في الامتحان اكون قادر ان انا او ملم ان انا اقدر احل المسألة من خلال المعطيات ومن خلال ادراكي بالرموز والمصطلحات وحدات القياس بتاعت كل عنصر. بعد كده عندنا كمان اربع تعريفات او اربع مصطلحات، الا وهما شدة الاضاءة والكفاءة الضوئية وكمية الضوء والسطوع. تعالوا نشوف مع بعض كده شدة الإضاءة. شدة الإضاءة بيرمز ليها برمز E، ودي خد بالك هتلاقي أغلب الأمثلة اللي موجودة كلها بتتكلم عن شدة الإضاءة. احسب شدة الإضاءة، تمام؟ يبقى شدة الإضاءة هي التدفق الضوئي لكل وحدة مساحة على السطح، وتقاس باللكس، وتقاس بإيه؟ باللكس أو باليومن لكل متر مربع. خد بالك الوحدة قياس شدة الإضاءة هي اللكس. طيب اللكس ده بيساوي إيه؟ الواحد لكس بيساوي واحد ليومن لكل متر مربع. وحدة القياس بتاعة شدة الإضاءة هي اللكس أو ليومن لكل متر مربع، تمام. الرمز بتاعها قلنا الرمز بيرمز ليها بالرمز E كابيتال، تمام. طيب بعد كده عندنا الكفاءة الضوئية. الكفاءة الضوئية هنا هي التدفق الضوئي لكل وحدة قدرة كهربية يستهلكها المصدر الضوئي، ووحدتها باليومن لكل واط، تمام؟ لأن هي قدرة فبتبقى معتمدة على الواط، وده الكفاءة الضوئية، قدرة الضوء أو قدرة مصدر الضوء، كفاءة مصدر الضوء، تمام؟ وحدة قياسها ليومن لكل واط. كمية الضوء بعد كده اللي هو التعريف الخاص بكمية الضوء هو الطاقة التي يعطيها مصدر ضوئي في زمن معين وتقاس باليومن ساعة، تمام كده؟ يبقى كمية الضوء هي الطاقة التي يعطيها مصدر ضوئي في زمن معين وتقاس باليومن ساعة أو باليومن لكل ساعة، ورمزها ده بيبقى كيو، رمزها بيبقى كيو. طيب آخر تعريف أو آخر مصطلح عندي السطوع. السطوع احنا السطوع ده بنحسبه ازاي او بنتكلم عنه ازاي؟ السطوع هو كثافه ضوء، كميه ضوء كبيره، يعني الشكل اللي عندي او السطح اللي عندي موقفه ايه من كميه الضوء اللي نازله عليه. فاحنا بنقول انه الضوء هنا او السطح هنا ساطع. ساطع يعني كانت كميه الضوء اللي نزلت عليه كانت كافيه انه تخليه واضح وساطع، تمام. يبقى السطوع او الاشراق ده تعريفه، يعرف السطوع بانه الكثافه الضوئيه لكل وحده مساحه. هو الكثافه الضوئيه لكل وحده مساحه. طيب المساحه اللي موجوده دي واقعه تحت مين؟ تحت مصدر الضوء. يبقى هو الكثافه الضوئيه لكل وحده مساحه من مصدر الضوء باتجاه عمودي على هذا السطح باتجاه عمودي على هذا السطح. يعني المصدر الضوء اللي موجود عندي لابد علشان يديني سطوع كافي لازم شدة الإضاءة الخاصة به تكون مسلطة بشكل عمودي على السطح اللي موجود تحت. رمز السطوع اللي هو بي، تمام؟ وحدة القياس بتاعته شمعة لكل متر مربع، شمعة لكل متر مربع. طيب كده عرفنا مجموعة المصطلحات اللي كانت موجودة عندي أو أهم المصطلحات اللي موجودة في الباب الخامس، الباب الخاص بالإضاءة الاصطناعية. وعندي كمان السؤال اللي كان بيجي على الجزئية دي، بيجي سؤال في الامتحان يقول لي عارف كل من الضوء، كمية الضوء، شدة الإضاءة أو شدة الاستضاءة، السطوع، فيجي يطلب منك التعريفات دي كلها. وانت وانت بتعرف المصطلحات دي مطلوب منك تقول له رمز المصطلح ايه، بعد ما تقول التعريف تقول رمز المصطلح وتقول له وحدة قياس المصطلح ايه، تمام كده؟ طيب بعد كده هندخل على حاجة مهمة قوي الا وهي قوانين الاضاءة. هل انا بعمل الاضاءة في اي مكان زي بعضها؟ لا، ده بيعتمد على مساحة الغرفة اللي انا هعمل فيها الاضاءة، بيعتمد على مساحة السطح اللي هعمله الاضاءة،
بيعتمد على انه هل الاضاءه في مكان مغلق او في مكان خارجي، يعني هل الاضاءه اللي انا بعملها او عمليه الاضاءه وحساباتي في الاضاءه داخل غرفه او داخل منشاه هتبقى هي بالظبط كاني بعمل اضاءه في الشارع وانا بركب عمود اطلاقا. الكلام ده بيختلف تمام، لان وانت بتعمل العمود في زاويه اسقاط للضوء على الشارع بحيث ان هي تاخد مساحه، تاخد مساحه سطح في الشارع تكفي انه المسافه اللي بين العمود والعمود ما تعملش زرق. لان احنا قلنا انه دايما الاشتراطات او اهم حاجه في الاشتراطات علشان احصل على اضاءه جيده، ودي اول حاجه قلناها انه ايه؟ تجنب الزرق الناتجه بسبب سوء توزيع الاضاءه. تمام؟ بسبب سوء توزيع الاضاءه انا ممكن يحصل ظلال، ممكن يحصل تشوه في الاضاءه، تشوه كبير في الاضاءه بسبب انه ما اقدرش يبقى الشكل مش مناسب خالص، وخاصه لو بتستخدم الديكور عن طريق الاضاءه ده بيبقى موضوع تاني مختلف خالص. قوانين الاضاءه، اول قانون عندي ده بيبقى قانون التربيع العكسي. قانون التربيع العكسي بيقول ايه؟ وخد بالك انا هنا جايب لك او تعريف القانون وكمان جايب لك رسمه توضح لك مصدر الضوء وهو ساقط على سطح وتوضيح للقانون، القانون التربيع العكسي. قانون التربيع العكسي بيقول ايه؟ بيقول تتناسب شدة الإضاءة على سطح يقع عمودي على اتجاه الكثافة الضوئية تناسبا عكسيا مع مربع المسافة. يعني ايه؟ يعني ايه انه شدة الإضاءة على سطح، السطح ده بيقع عمودي تحت مصدر ضوئي، تمام؟ يعني ايه بقى بيتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المصدر او بين السطح والمصدر الضوئي؟ وريني الكلام ده على رسمة بحيث ان انا اعرف اطلع القانون بتاعي وابقى فاهم الرموز اللي موجودة في القانون فين على الرسمة علشان ابقى العملية واضحة معايا يا مستر. تعال نشوف مع بعض كده الرسمة اللي موجودة. الرسمة دي بتقول لي انه هنا كده في مصدر للضوء موجود عندي اللي هو في الزاوية المنحصرة في الشمال هنا، ده هنا مصدر ضوء، مصدر الضوء واقع على السطح، المسافة بين مصدر الضوء والسطح اسمها R small، اسمها R small. طيب المسافة ديت بتتناسب عكسيا او شدة الاضاءة اللي موجودة هنا بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين السطح وبين المصدر، تمام؟ وبين القانون اللي هحل بيه. انا عندي القانون، احنا بنتكلم خد بالك عن ايه؟ شدة الاضاءة اللي موجودة على سطح واقع تحت مصدر ضوئي عمودي عليه، تمام؟ شدة الإضاءة افتكر كده في اول التعريفات اللي احنا قلناها كان رمزها ايه؟ اي كابتا، تمام؟ قلت لك خد بالك لانه المصطلح ده او رمز شدة الإضاءة هيمشي معاك في مسائل كتير. في الحلقة الجاية ان شاء الله هتلاقينا بنتكلم عن شدة الإضاءة وحساب المسافة بين السطح بين السطح ومصدر الضوء، يعني في حسابات جايه كتير في الامثله دي. القانون بيقول لي ان الاي اللي هي الاي كابيتال اللي هي شده الاضاءه بتساوي ال على ار تربيع، تساوي ال على ار تربيع. ال ايه والار تربيع ايه؟ احنا قلنا ان ال هي مصدر الضوء والمنحصر في الزاويه اللي احنا شاورنا عليها على الرسمه، وكمان عندي الار تربيع هي المسافه بين مصدر الضوء وبين السطح اللي موجود قدام، تمام؟ يبقى القانون عندي بيقول الاي كابيتال اللي هي شده الاضاءه بتساوي ال على ار تربيع. فاكرين وحده القياس كانت ايه؟ برافو عليكم، وحده القياس كانت باللكس، تمام؟ وده اللي احنا قلناه، لازم تبقى عارف المصطلح، تعريفه، الرمز بتاعه، وحده القياس بتاعته، تمام كده؟ الار دي كانت ايه بقى؟ لو بصينا على الرسمه، وانتوا طلبتوا الرسمه علشان توضح لكم الرموز بتاعه القانون، لو بصينا على الرسمه هنلاقي ان الار هي المسافه بين مين ومين؟ بين مصدر الضوء وبين السطح اللي ساقط عليه الضوء. تعالى كده احنا كاتبين هنا بنقول له حيث ان ار هي المسافه بين المصدر الضوئي والسطح المطلوب اضاءته. في قوانين تاني، في قانون تاني خاص بحسابات الاضاءه اللي هو قانون جيب التمام. قانون جيب التمام دوت باستخدامه بشكل كبير في إنارة الشوارع. طب إنارة الشوارع دي احنا بنعملها بأعمدة،
تمام؟ احنا بنعملها باعمده. العمود اللي موجود في الشارع او مجموعه الاعمده اللي موجوده في الشارع، احنا في شوارع بنلاقي فيها اعمده على جانب واحد، وبنلاقي شوارع ثانيه او طرق رئيسيه ثانيه الاعمده على جانبين، وبنلاقي نوعيات من الطرق الاعمده في نهر الطريق او في الجزيره اللي بتبقى في النص، بيبقى فيه كشاف اتجاه اليمين وكشاف اتجاه اليسار. الكشافات دي هل الاماله بتاعتها بتبقى عشوائي؟ اطلاقا الاماله بتاعه الكشاف ما بتبقاش عشوائي خالص، دي بتبقى ليها زاويه ميل معينه، الزاويه دي من خلالها اقدر اخد مساحه سطح الضوء يكون مناسب ليها، وبعدها العمود اللي بعده كمان بياخد مساحه، فبالتالي ان المسافه اللي بينهم تبقى كافيه، الضوء او شده الضوء اللي ساقط من العمود الاول والعمود الثاني كافيه ان هي ما تعملليش زرار في النص، ما تعمليش مسافه فيها زر في المنتصف، تمام؟ يبقى قانون جيب التمام هو هنا بيوضح لي انه ده عمود موجود قدامنا، بيقول انه مصدر الضوء موجود عندي في الركن او في ارتفاع العمود فوق ال L، وهنا ارتفاع العمود H، وبيبقى ساقط معايا الضوء على النقطة E، تمام؟ بيبقى ساقط معايا الضوء على النقطة E هنا، وتلاحظ انه الإضاءة موجودة مش تحت العمود بالظبط، لا ده بتبقى موجودة في على بعد من العمود، وبتاخد مسافة كبيرة قصاد العمود وحوالين العمود نفسه. فهنا بيقول لي انه القانون بتاعه شدة الإضاءة بتبقى الـ E تساوي L على R تربيع في كوزين كوزين سيتا. القانون هنا نفس قانون شدة الإضاءة اللي كان موجود عندي، كل اللي اختلف ايه؟ ان انا زودت له كوزين سيتا، كوزين سيتا دي علشان زاوية ميل كشاف العمود على الشارع، اللي هي الزاوية اللي بتبقى مناسبة اللي من خلالها الكشاف يدي كمية إضاءة تحتيه أو في المكان اللي هو مسلط عليه ما يعملش ظلال مع العمود اللي بعده تاني. تمام كده؟ طيب بعد كده حسابات الإضاءة الداخلية للمباني أو بالمباني. أنا عندي هنا بيقول لي بتحسب الإضاءة إزاي؟ أنا أدخل أي مكان علشان أعمل إضاءة في المكان المحدد أو المنشأة المحددة أو حسب المخطط المعطى ليك كفني تركيبات كهربية، بتعمل الإضاءة الخاصة بيك إزاي؟ الإضاءة بتبقى إضاءة عامة في المكان، أنا عندي شكلين ممكن أعمل إضاءة بيهم أو أسلوبين ممكن أعمل إضاءة بيهم، إضاءة عامة فقط للمكان أو إضاءة عامة بالمكان زائد إضافة مركزة على أماكن أخرى. الكلام دوت معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الطريقه الاولى دي طريقه مستخدمه اني بوزع الاضاءه الخاصه بيا او اضاءه عامه في المكان، دي بتبقى مستوى الاضاءه المطلوب مناسب او غير مرتفع، يعني المكان هو ممكن له مصباح او اثنين يبقوا كافيين في السقف معايا، يبقوا كافيين انهم ينوروا الغرفه كويس، أو إن هو نوع معين من الإضاءة يبقى كافي إنه يجيب مساحة الغرفة بالكامل، وكده خلاص موضوع الإضاءة بالنسبة للغرفة دي بقى كويس ومظبوط. طب نيجي بقى للنوع التاني أو الأسلوب التاني، بيقول لي إضاءة عامة بالمكان بالإضافة إلى إضاءة مركزة على أماكن العمل. بنشوف في المكاتب بيبقى في إضاءة عامة للغرفة، مكاتب الشركات أو الأماكن اللي هي المزارات مثلا، متاحف، الكلام ده كله، وفي في الشقق بتاعتنا يعني جديد دلوقتي إن احنا بنبقى عاملين إضاءة مركزة للغرفة أو للقاعة اللي احنا موجودين فيها أو للهول اللي أنت موجود فيه، وبتبقى عامل إضاءات مركزة على أماكن تانية اللي هي احنا بقى بنسميها بيوت النور، تمام كده؟ بيوت النور دي بتبقى إضاءة مركزة على أماكن معينة بتحتاج انت تخفف الاضاءة شوية، فبتبقى فاصل دي انت في وقت معين بتحب انك تظهر مكان معين، وده زي ما قلنا ان هو في الديكورات او الديكورات اللي شغالة بالاضاءة، وده حاجة جديدة، في ناس تقولك انا مش هعمل ديكورات بالنقاش، انا عاوزها الديكورات اللي موجودة تبقى بالاضاءة، فبالتالي بنلاقي اشكال بتتعمل بالاضاءة بتبقى كافية ان هي تعمل لي اشكال كويسة أو إضاءة مناسبة على المكان، وده بنشوفه على البراميز، على التبلغات، على في المتاحف، في الأماكن اللي هي بتحتاج إضاءة تبقى مركزة على حاجة معينة، تمام؟ غير الإضاءة العامة اللي موجودة فين؟ في
في الغرفة أو في الحجرة. طيب بعد كده العوامل اللي بتؤثر على شدة إضاءة أي سطح. عندي أول حاجة العوامل التي تؤثر على شدة الإضاءة. إيه الحاجات اللي هي ممكن تأثر على شدة الإضاءة؟ عندي بيقول لي رقم واحد الكثافة الضوئية. الكثافة الضوئية قلنا رمزها كان إيه؟ آي. الكثافة الضوئية كان رمزها آي. طيب الحاجة الثانية مربع المسافة بين النقطة الضوئية والسطح. مربع المسافة بين النقطة الضوئية والسطح يعني بين المصدر والسطح اللي هينور. تمام؟ دي حاجات بيتوقف عليها شدة الإضاءة للمكان، وده خلي بالك احنا كده بنحلل القوانين اللي احنا شفناها، قوانين الإضاءة. تمام؟ قانون جيب التمام وقانون التربيع العكسي، احنا كده بنحللهم. يبقى العوامل اللي بتؤثر على شدة الإضاءة المسافة بين السطح والكثافة الضوئية، المسافة اللي هي الكثافة الضوئية برمزها آي، المسافة بين السطح والمصدر اللي بين المصباح أو الكشاف والمصدر والسطح اللي هيعمل له الإضاءة تحت. الحاجة الثالثة إنه معامل الصيانة، ودي معاملات لسه هنتكلم عنها لاحقا. معامل الصيانة ده بيبقى موجود من ضمن المعاملات اللي موجودة للإضاءة. الحاجة الثانية بعد كده طريقة الإضاءة ونوع الوحدات المستخدمة. طريقة الإضاءة ونوع الوحدات المستخدمة اللي هو أسلوب الإضاءة بتاعك. تمام؟ أنا عندي هنا في طرق الإضاءة في إضاءة مباشرة، إضاءة غير مباشرة، إضاءة نص مباشرة، نصف مباشرة أو نصف غير مباشرة كمان. يبقى أربع طرق للإضاءة ودول هنختم بيهم نوضح الحاجة فيها اللي هي الإضاءة المباشرة. دي بتعطي أو هذه الإضاءة بوحدات تعطي 90% من الضوء الساقط على المساحة المضاءة. تمام؟ و10% على الأكثر مرتد للسقف. تمام؟ دي إضاءة مباشرة اللي هي احنا بنسميها كده ايه؟ اللمبات اللي بتبقى موجودة عندي في السقف بيبقى 90% من الإضاءة ساقط على السطح و10% مرتد للسقف. تمام؟ الإضاءة اللي بعدها أو الطريقة الثانية إضاءة نصف مباشرة. الإضاءة النصف مباشرة هنا بيكون الضوء الساقط على المساحة المضاءة 60%. بيكون الضوء في الإضاءة الايه نصف المباشرة بيكون الضوء الساقط على السطح اللي أنا عايز أنوره 60%. طب والمرتد؟ الإضاءة المرتدة اللي أنا ما بستفادش بيها، الإضاءة المرتدة أنا ما بستفادش بيها، دي بتعمل لي ظلال في اتجاه تاني خالص، دي بتبقى بقية النسبة بتبقى 40%. بعد كده عندي الإضاءة الثالثة أو الطريقة الثالثة للإضاءة بيبقى الإضاءة نصف غير المباشرة. هنا بيكون عكس نصف المباشرة وبتبقى 40% بس من الإضاءة المستفادة اللي أنا بستفيد بيها على السطح، وعندي 60% مرتد، 60% من الإضاءة المرتدة اللي أنا ما بستفيدش بيها واللي برضو بستخدمها في عمل الظلال وأحيانا بتبقى مقصودة للديكورات. تمام؟ الإضاءة غير المباشرة الطريقة الرابعة والأخيرة دي بتبقى اللي هو الإضاءة المستفاد بيها على السطح بتبقى 10% والإضاءة المرتدة نحو السقف أو المنعكسة نحو السقف بتبقى 90%. بكده نكون قدرنا نلم جزء كبير من الجزء المقرر معانا، وعرفنا خلال الشرح بتاعنا تعريفات مهمة اللي هي تعريفات الضوء وكمية الضوء وكثافة الضوء وشدة الإضاءة، وقلنا السؤال بيجي عليها بشكل إيه، وكمان عرفنا قوانين جيب الزاوية أو قوانين التربيع العكسي أو جيب التمام وقانون التربيع العكسي اللي أقدر من خلاله أحسب الإضاءة. ونتمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح وسلس. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق إن شاء الله، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.